مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. مدينه الدار البيضاء او كيف ما كنسميوها بمدينه المليون حفره، خاصه وان الشوارع ديال العاصمه الاقتصاديه والتي فيما كتمشي كتلقى حفره قدامك. حنا مقبلين على جوج ديال التظاهرات كبرى، تظاهرات بطبيعه الحال اللي غتجيب لنا سياح، اللي غتجيب زوار، اللي غتجيب ناس باش يعرفوا الموروث الثقافي ديالنا ويعرفوا يعني شنو المغرب وصل وفين وصلنا في الانجازات ديالنا في الصناعات ديالنا. لكن للاسف البنيه التحتيه ما معوناش على هذا الشيء. فحنا الان معنا فاعل جمعوي اللي رضوان بنال اللي معروف كذلك بعمله الجمعوي ووقوفه مع المواطنين وتكلموا كذلك في المصالح الاجتماعيه والمصالح العامه بصفه عامه لصالح الشيء كامل، خدمه للمواطن وخدمه للوطن. اليوم رضوان خويا انت مغربي وانت يعني كتمشي وكتسوق وكتدور مستعملي الطريق والشوارع الرئيسيه بالخصوص، مركزوا على شي مازال حفره في الزنقه كتقول ماشي مشكل، ولكن شارع رئيسي هنا ما يمكنش نقبلوها. شنو الراي ديالك في الظاهره هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وانا كمواطن كبيضاوي كمستعمل ديال الطريق بشكل يومي، لان الخدمه ديالي كتحتم علي انني نستعمل واحد الدراجه ديال التنقل باش نقوم بالعمل ديالي. وانا بحكم العمل ديالي فانا كنتنقل عبر عده شوارع كبرى بمدينه الدار البيضاء. مع كامل الاسف كنلقاو شارع كبرى اللي هي مهمه كتوجد بها حفر اللي بعض الاحيان تؤدي الى حوادث ديال السير اللي كتكون خطيره على مستعمل ديال الطريق. وهذا الشيء كيكون اما بسبب بعض الاشغال ديال بعض الشركات اللي كتجي كدير لي طرافو ديالها، مثلا الشركات ديال هذا الشيء ديال الريزو او ديال مثلا ديال الماء او الكهرباء او هادشي ديال لاسينيسمو. فمن بعد ما كتتم العمليه ديال الاصلاح كيبقى هذوك الحفار ما تتعالجش بالشكل اللي خصها تتعالج به، وبالتالي هذا كيشكل خطر خصوصا على سائقي الدراجات الناريه حتى السيارات، لان السيارات كتهالك عده نقاط سوداء اللي كيكون فيها كتؤدي الحوادث ديال السير خصوصا الدراجات الناريه اللي كتكون بعض الاحيان مميته. فاحنا تنقولوا بلي ان الدور ديال المجالس المنتخبه هو انهم خصهم يديروا هذاك التتبع هذاك الاسلوبي ديال بعض الشركات اللي تتجي وتتقوم بهذوك لي طرابو ديالها وتتخلي دوك الحفار وتخلي دوك سميتو، واخا كيعالجهم ولكن كيخليو العيب. زائد ان كاين بعض المرات تتكون مثلا عمليه ديال التزفيت كيزفتو دابا مثلا واحد الشارع وما كتكونش العمليه كتتم بداك الشكل اللي خصها تتم به باش ان داك الزفت يبقى شاد، وبالتالي ملي كتكون كتجي مثلا امطار ولا كذا كنبداو نشاهدوا داك الشيء كيتاكل، يعني سياسه الترقيع الحفار. فكاين بزاف ديال النقاط السوداء في شوارع كبيره. زائد ان غادي نزيد نقول لك واحد دوك لي زيكو كتجي كتبقاو ما مقادلينش مع الارض. انت شارع بوردو انا كندوز منه يوميا على مستوى الفروج ديالو كاينه حفره تما، حفره سنين هذه ما تعالجاتش. شارع بوردو حدا الفروج انا كنعطيها لكم دابا بالضبط وهي عصغوره، ولكن ملي كتمشي دابا شي موتور مثلا ما تيشوفهاش تطيح فيها صافي كيتهز. يعني اللي شاف هادشي يقول انا المسؤولين ما عندهمش السيارات كيدوروا. راه حدا الجماعه مع المشكل حدا المقاطعه ديال سيدي بلوت هادشي. خصها واحد العمليه ديال الاصلاح اللي هي بسيطه، ولكن هذيك كاتس كذا قيدون من الفي. فالنداء ديالنا حنا كمواطنين هو ان الدور ديال المقاطعات هو لا بروكسيميتي، سياسه القرب. فعلا. فحنا كنطالبهم باش انهم يبقاو يديروا واحد اللجنه ديال التتبع اولا ديال هاد الاشغال اللي كتكونوا دائما، لان راه بعض المرات كنشوفوا دابا واحد الزنقه مثلا يلاه تزفتات. ما كيدوش عليها بزاف حتى كيجيو كيبداو يحفروا فيها عاوتاني. هذا كنسميوه تبذير المال العام اول حاجه، لان هذاك الزفت راه دار من المال العام. لان خصنا قبل ما نزفتوا واحد الزنقه خصنا نشوفوا واش كل شيء دراسه، كتكون دراسه قبل اليوتيوب. وهذه الزنقه هذه ما غاتعاودش تتقاس مثلا لواحد المده، يعني كل شيء فيها مصوب، كاين ذاك الخيوط هذه زين لتحت كل شيء. ماشي حنا كنصوبوا كدوز واحد السيمانه كنلقاو الحفير. هادشي راه وقع، حنا تنشوفوه بشكل يومي.
احنا تنستنكروا في حقيقه، وحنا مدينه الدار البيضاء مقبله على بزاف ديال التظاهرات الدوليه. مدينه الدار البيضاء اللي هي القطب النابض ولا القلب النابض ديال المملكه اقتصاديا، ولا من ناحيه ديال السكان الكثافه السكانيه، فهي واحد المدينه اللي آهلة بالسكان، ومدينه اللي هي كبيره وعندها هادشي. راه ماشي غير في سيدي بليوط مثلا، راه قيس على هادشي جميع المقاطعات. حنا كنمشيو لجميع المقاطعات وكنتنقلوا تما، فراه الحفار كاينه. وكنبغي نقول للمستعمل الخارج، خصوصا الدراجات وهاد الشركات اللي كاين دابا ديال التوزيع ديال سميتو، حيت كيسوا على رؤوسهم. السرعه راه تقتل، تكيسوا، لان الطريق راه ما عندناش ديال باش انك تمشي بهذيك السرعه اللي كتكون واحد السرعه جنونيه، اللي حنا شحال من مره تتأدي بكوارث، الحوادث مميته اللي ما تنبغيوهاش وما تنتمناوهاش. داكشي اللي كاين. شكرا خويا.